ولا أقصدن الله في خذلانكم ولا يمنعن جميعكم خذلاني. فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينسب إلى تفسير الضلال لمؤلفه سيد قطب وكاتب الضلال، لكن ظلال القرآن كتاب قيم يا أخي، كتاب قيم في مجاله، كتاب قيم جدا في مجاله فهو يتناول القرآن بنوع أدبي، نوع أدبي يعني هو يتعرض كثيرا للأحكام، يتعرض لأشياء، لكن دائما غايته أن يتناول القرآن بمنظور أدبي ويربط بالواقع المعاصر. هو كتاب قيم جدا في مجاله، جنى عليه كثير من الناس. نعم قد يكون هناك بعض، ما من كتاب يا أخوان أبى الله إلا أن يتم كتابه، أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن فيه من الخير الكثير إن شاء الله. أي مجتمع مسلم ده مجتمع كافر عند سيد قطب في هذا الكتاب الصفحة 120، في الطبعة طبعة دار الشروق في الصفحة 98 إلى 101، كل الطبعات موجودة عندي، ويباع الآن في الأسواق المحلية والعالمية هذا الكتاب. وهذا الكتاب الآخر لسيد قطب، أعظم كتاب ألفه سيد قطب، يحوي ضلالاً وبدعاً، أنكر فيه العرش لله وأنكر الميزان، وقال بعقيدة الحلول ووحدة الوجود، وشتم الأنبياء كشتمه لنبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله موسى، وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كشتمه لعثمان بن عفان، وشتمه لعمرو بن العاص، وشتمه لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وشتمه لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، ورضي الله عن معاوية وأرضاهم.